سلام حبوباتي، جاسبر تكونوا بيان. الحمد لله، اليوم جيتكم بان نوفيل فيديو جديد، واللي هو راح نهضركم اليوم على دروس كيف تكوني رزينه وفاهمه. الور نبداو على بركه الله وحفظه. الاولى واللي هي كي تكونوا تاكلوا وتكملي وتجي رايحه، قولي لهم بصحتكم. كي يقولوا لك صحيتي قولي بلا مزيه، كي يقولوا لك زيدي كولي وانتي تكوني شبعانه قولي الحمد لله والله يقوي الخير. كي تروحي لوحده سكنت دار جديده قولي عتبه مربوحه ان شاء الله. كي تقول لك وحده عجبتني لبستك قولي لها الله يسلمك، ما يعرف حتى غير ناسها. كي تقطعي هضره كاش واحد قولي مقطع كلامك بالعسل. كي يقولوا لك مرحبا قولي ترحب بك الجنة. كي يقول لك واحد الله يعينك قولي له يعيننا ويعينك على شقاء الدنيا. كي يقول لك واحد الله يعاونك قولي يرحم والديك. كي يقول لك واحد الله يحفظك قولي يحفظني ويحفظك ان شاء الله. وكي نشقى انا ونجيب لكم حوايج يفيدوكم، واش تقولوا لي يا الحبيبات؟ نتمنى يكون عجبكم الفيديو هذا، نتمنى تكون عجبت يكونوا عجبكم هذه النصائح. البنات اللي عجبتها فيديو ولا تابوني وتبارطاجي سيفو بلي البنات، واي استفسارات ولا خليوها في كومونتير وانا نبوندي لكم ان شاء الله. صحه بسلامه.